يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن معنى مهم جدا وهو العقل، وازاي ان العقل باب من ابواب الحياة بالشرع وتيسير امورنا بشرع الله الشريف. فيا رب نسألك وانت الذي رزقتنا هذا العقل ان ترزقنا نورا يجعل هذا العقل يرى بنورك، وترزقنا بابا من ابواب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعل عقلنا لا يسير إلا في مرضاتك، ويكون سببا من أبواب من أسباب تيسير أبواب المحبة لك يا رب العالمين. اجعل عقولنا تكشف لنا عن أسرار محبتك وعن أسرار ودك وعن تودداتك التي جعلتها في الحياة كلها. اجعلنا يا ربنا بنور عقولنا نرى حسن تدبيرك ونرى حسن معاملتك، فنزداد تعلقا بك ونزداد شوقا لرؤية تودداتك ومحبتك. اللهم شوقنا إلى محبتك، واملأ قلوبنا بودك بما تراه عين عقولنا. يا أكرم الأكرمين ارزقنا الحكمة على الدوام يا رب العالمين.